عارف هو عايز ايه. بعدين سعادتك يا باشا. اتفضل. انا لا يمكن اعمل كده. انا كنت منشن فوق دماغك. ولو عليا كنت نشنت عليه هو. بس انا لو عملت كده هخش السجن وابعد عنك. وانا لا يمكن اخليك تبعدي عني. احنا بكره على ميعادنا يا هانم. اهلا، جبت الشمع؟ اهو اتفضل يا ريس. يعني اعمل فيك ايه بس؟ اعمل فيك ايه؟ الشمع ده يا حبيبي تجيبه لواحد خايف من الضلمه، تجيبه لقيادي ابن اختك في اسبوعها، لكن اللي انا طالبه شمع لزوم ليله رومانسيه، ليله رومانسيه. ما انا قلت له اداني ده اهو. ادالك ده اهو، خدهم ترجعهم. وانت راجع تعدي على عطار في المهندسين في الزمالك وتقول له كده بالحرف، عاوز الشمع لزوم ليله العمر. ليلة العمر، هم عارفين الكلام ده هناك. طب فرضا ما رضاش يرجعوا اعمل ايه؟ احنا هنستقبل هنا، هتستعبط؟ انت بتشتغل ايه؟ اصلك تاخده على الاسم يتعامل معاه الصح هناك، فاهم؟ بقول لك ايه؟ وانت راجع تعدى على الصيدلية تقول له وحياة امك دي اللي فهمتها لوحدك، يلا غور امشي امشي. جاتك القرف. الو الو، مين معايا؟ انا الشبح. اخاف واكش من ده الوش. اوعى تخافي وتدوكش معاك. عسل يا اخواتي. شاعر علمني حبك سيدتي اسوأ عاداتي. عارفه انا عشانك مش هكتب شعر، انا امشي على الحيط. وتمشي على الحيط ليه؟ واخده بورس. اتكلم جد شويه يا دوكش، قولي عملت ايه؟ كله تمام، كلها ساعة زمن واجي اخدك عشان نقضي ليلة العمر سوا. لا ما تتهورش، استنى لما انا اتصل بيك بالتليفون واقول لك ان الدار امان. امان ايه؟ احنا بنسرق؟ انت مرات على سنة الله ورسوله وعندي شهود بكده. بقول لك ايه؟ انا لولا خايف على شعورك كنت رجعت معاك البيت امبارح. خايف على شعوري ولا خايف على 100,000؟ يا حلقة الا بالله. 100,000 ايه بس؟ ما كله هيتصرف عليكي في الاخر وكله راجع لك يا زبدتي، وانت عارف مبدئي حد الله ما بيني وبين الحلال. خليك حليم لحد ما نقول المراد. حليم وفريد وعبد الوهاب وام كلثوم. خفت دمك ما وردت على حد يا دوكش. عسل يا واد عسل، عسل يا دوكش. طب مع السلامه بقى. نعم. لقيتك غبتش جوه الاوضه، قلت اما اطمن عليكي. نفسك تفتحي عليا تلاقيني مخنوقه مشنوقه، صح؟ الف بعد الشر عليكي. ليه كده؟ شوفي يا بنت الصاوي، مش انتي خدتي يم جوزك واخوه وعملتوا عصابه عليا وحبستوني زي الفراخ في العشه؟ سيبيني راقده بقى هنا يمكن افقس. يم يم، الناس غرضها تصلح. لغرضها ولا مرضها؟ قال صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. ليه كده؟ بالعكس احنا مش عدوين. ده عمي فرحان بيموت فيكي، واحنا كلنا قبل موضوع السجن ده هو كنا عايشين فل الفل. انتي اللي قلبتي. ده غير بقى اللي طالع عليكي بقعدتك في الاوضه بقالك يومين. سبحان الله سبحان الله، لا كده عاجب ولا كده عاجب. اولع في نفسي يا بنت عشان ترتاحي. مش عارفه ليه ما بقتش فاهماكي، حاسه انك عامله عامله. ده الزمن بقى ماشي بالمتشقلب، العيال هي اللي بتحاسب اهاليها دلوقتي. لا ولسه ما هشوف منك يا بنت الصاوي. اتفردي والتاني، اتفردي والتاني. باشا كمل كلامك يا ابو العز، انا سامعك. انا كنت بكلم سعادتك يعني بخصوص المصلحه اللي جايه. مالها؟ محتاجة مني فلوس ياما، وأنا بصراحة كده مستخسر أجيب القرشين بتوعي اللي بره، فجات لي فكرة كده يعني قلت أعرضها على سعادة. قلت لك كمل يا أبو العز أنا سامعك. بالنسبة للفلوس بتاعت حسونة وجمال باشا السكري اللي جاية لك اليومين دول، بدل ما نسفرها بره ونمرمطها ونغربها أنا ولبيها،
مش عايزها الغرض غير شريف يا باشا، ولا اخدها لنفسي ولا عايزه بالله. انا كنت هشتغل بيها في العمليه اللي جايه دي، وكلها شهر بالكتير على ما اوزع بضاعتي والم الغله من السوق، هرجعها لك كامله مكمله وعليها مكسبها كمان، ولا من شاف ولا من دير. ايه راي سعادتك؟ في ايه؟ ما انا بقول مش معايا يا باشا مع الافلام. ما انا قلت لك اني سامعك. طب ايه رايك يا باشا في الكلام اللي سمعته ده؟ ان الفلوس ترجع بفايدتها؟ الله عليك يا باشا، ما انت مركز اهو زي الفل وقاري التيتا بالظبط. عظيم. طب افرض بقى ما رجعتش. ترجعش ازاي يا باشا؟ خد عليا كل الضمانات، واللي عند ابو العز ما بيروحش. ما يروحش ازاي؟ اذا كنت انت نفسك كنت هتروح. فما بالك بقى بضاعه في علم الغيب. خد عليا شيكات يا باشا، والفلوس بتاعتي اللي عندك بره تغطي. قلت ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. الله 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 الله، ايه الألاجة والشيكة دي يا ابو السيد؟ لازم نكون واجهة لسالم باشا. بعد اذن معاليك يا باشا. خير يا سيد. ماهر باشا عايزنا نروح له الاسم. مين ماهر باشا ده؟ ده المساعد بتاع اشرف باشا الله يرحمه. وده عايز ايه ده؟ وانا هعرف كل حاجه لما اروح له وارجع اقول لسعادتك على طول. بالاذن يا باشا. ايه راي سعادتك بقى في موضوع الشيكات؟ حلمك عليا يا ابو العز. مش هعرف انا كمان مصلحتي ايه في موضوع زي ده. مصلحتك؟ طالما مصلحه بقى اجيب شويه فشار. كل اللي تؤمر بيه هيتنفذ يا سعاده الباشا. ده عايز ملح يا باشا. أمرنا يا باشا. اه يا سيد. وصلت لايه؟ بخصوص ايه سعد؟ بخصوص ايه ازاي؟ احنا عندنا موضوع غير يا بني ادم. العربيه اللي خبطت اشرف بيه شفتها في اي مكان من املاك سالم الجرحي؟ الحقيقه لا يا باشا. يعني ايه؟ ايه ده بس يا باشا؟ المامور لسه ملمح لي دلوقتي حالا ان ملف القضيه كله هيتقفل لو ما لقيتش العربيه دي. انت عارف ده معناه ايه؟ ان دم اشرف هيروح هدر. ان شاء الله مش هروح ولا حاجه. اديني بس سيادتك مهله صغيره وانا هقلب لك الدنيا عليها. ان شاء الله هنوصل للنتيجه. قلت لك لا. لا يا سيد، وما تحاولش معايا في السكه دي. انا عندي عيال عايز اربيهم. ما هو الظابط اشرف الله يرحمه كان عنده عيال عايز اربيهم برضه يا صاحبي. وعلى فكره الراجل ده لا عض حد ولا جار على حق حد. كل اللي عمله انه كان بيأدي واجبه. بس طبعا ده ما عجبش اللي ليهم مصلحه. فخلصوا منه.